أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال لكل المصريين، مقدما التهنئة للمسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة. جاء ذلك خلال زيارته والقيادات التنفيذية إلى مطرنية الأخوة المسيحيين في ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث أعلن شوشة أن محافظة شمال سيناء ستكون كسابق عهدها مفتاحا لكل خير في مصر. بهني جميعا، أهنيكم وهني نفسي بمناسبة عيد القيامة المجيد، عيد الميلاد المجيد، وبقول إن سيادة الرئيس امبارح وهو بيحتفل بعيد الميلاد وسط الإخوة الأقباط كان طبعا على مستوى يعني المشاهدات على مستوى العالم بالكامل كانت مناسبة سعيدة. نتطلع طبعا لعام جديد في التقدم في السلام والتنمية والمحبة بين الناس بالروح الواحدة، ونبقى أسرة واحدة في شمال سيناء وفي كل محافظة، في الآخر تبقى جمهورية كلها أسرة واحدة تحت قيادة حكيمة. الوطن يقوم بجميع أبنائه مسلمين وإخوة الأقباط، فكان ولا بد أن يكون هناك رابط يربط أبناء الوطن الواحد حتى ننهض بالوطن. ذلك الرابط وذلك الرباط هو رباط الأخوة الذي يجمع الشمل ويوحد الصف ويجعلنا جميعا حريصين على بناء ذلك الوطن.